كشف تقرير نشره الصحفي وين ماديسون على موقعه الذي يحمل الاسم نفسه عن مخطط لنقل اليهود الأكراد من إسرائيل إلى مدينة الموصل ومحافظة نينوى في شمال العراق تحت ستار زيارة البعثات الدينية والمزارات اليهودية القديمة. ولفت التقرير إلى أن اليهود الأكراد قد بدأوا منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 في شراء الأراضي في المنطقة التي يعتبرونها ملكية يهودية تاريخية. وفي هذا الإطار استعرض الكاتب أسباب الاهتمام الخاص الذي يليه الإسرائيليون بأضرحة الأنبياء نحوم ويونس ودانيال وكذلك حسقيل وعزرا وغيرهم، موضحا أن الكيان الإسرائيلي ينظر إليها جميعها على أنها جزء من إسرائيل، حالها حال القدس والضفة الغربية التي يسميها يهودا والسامرة. ويؤكد التقرير أن فرق جهاز المخابرات الإسرائيلية الموساد قد شنت مع مجموعات من المرتزقة بالتنسيق مع الميليشيات الكردية هجمات على المسيحيين الكلدانيين العراقيين في كل من الموصل وأربيل والحمدانية وتل أسقف وقرقوش وعقرة وغيرها، وألصقتها بتنظيم القاعدة بغية تهجيرهم بالقوة وأفراغ المنطقة التي تخطط إسرائيل للاستيلاء عليها. ويضيف الصحفي الأمريكي وين ماديسون في تقريره أن المخطط الإسرائيلي يهدف إلى توطين اليهود الأكراد محل الكلدان والأشوريين، متهما الإدارة الأمريكية برعاية هذا المخطط الذي يقوم على تنفيذه ضباط من جهاز الموساد الإسرائيلي بعلم ومباركة من القيادات السياسية في الحزبين الكرديين الكبيرين الاتحاد الوطني بزعامة جلال طالباني والحزب الديمقراطي الذي يتزعمه مسعود البرزاني. ويخلص الصحفي الأمريكي لأن هذه العملية تمثل إعادة لعملية اقتلاع الفلسطينيين من فلسطين أيام الانتداب البريطاني بعد الحرب العالمية الثانية وإحلال اليهود مكانهم.